هي هي حقيقة أعمال تسوية الأرض التي رصدت من قبل بعض وسائل الإعلام الغربية. تقوم القوات المسلحة المصرية بإنشاء منطقة لوجستية للشاحنات، وذلك تخفيفا للأعباء عن شوارع العريش وأيضا عن السائقين. تظهر إلى هذا الجانب بالقرب من معبر رفح معدات البناء الخاصة بالأسوار والتي سوف تحيط بالمنطقة اللوجستية، بينما بدأت شاحنات المساعدات تتدفق للاصطفاف هنا تمهيدا للدخول إلى المعابر. الشاحنات تنتظر في شوارع العريش ومدينة الشيخ زويد والطرق المحيطة بهما، مما يشكل أحد عوامل عدم الراحة للمواطنين والسائقين. فالغرض منها تخفيف المعاناة عنهم، بحيث أن يتوفر في المكان المياه ودورات المياه والطعام اللازم لفترات انتظارهم لحين العبور، وخاصة أنها بتطول بنظر للتعنت الإسرائيلي في عملية الدخول. إن شاء الله إحنا بدأنا عمليات تسويات امبارح، النهاردة بدأنا عملية سحب السيارات من العريش وانتظارها. كافة المرافق يتم الانتهاء منها بالكامل خلال 48 ساعة. ما أن شرعت القوات المسلحة في تسوية الأرض حتى قفز البعض إلى استنتاجات بشأن تهيئة المنطقة الحدودية لاستقبال النازحين الفلسطينيين. هل هي دي المنطقة اللي أثير حولها مسألة أنها بتعد للاجئين الفلسطينيين المتوقع نزوحهم من غزة؟ هل هو ده اللي احنا بنتكلم عليه؟ هو فندم بالفعل هو ده الخبر المكذوب اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين اللي فاتوا، ان احنا كنا بنشتغل بنعمل تسويات وبنحط الاسوار الحمايه، فاشيع ان مصر بتجهز مكان لاقامه مخيمات لاجئين، مع ان مصر كانت واضحه تماما من اول يوم ان احنا لن نسمح بتهجير القسر للاخوه الفلسطينيين من ارضهم. غالبيه السائقين يشعرون بالرضا عن هذه المنطقه. امل لنا بصراحه، هناك كنا واقفين متفرقين بعيد عن بعض، وطبعا بتبقى نايم بالليل ما تعرفش اللي يفتح العربيه ياخد حاجه منه، وسيبك من العربات المقفله دي، فيها عربات مكشوفه كتير، ومحتاج اكلها ننزل نجيب برضك، وفي برضك الناس بتعمل لنا واجبات وتجيبها لنا. من المتوقع ان تتقلص تدريجيا هذه الطوابير المصطفه من الشاحنات خلال الفتره القادمه، خاصه مع اكتمال خدمات المنطقه اللوجستيه. تامر نصرت، الحدث، رفح المصريه.